التعليم الأولي والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الحطاب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي، نتواجد اليوم بالمدار ديال العدو الريفي المتواجد بجامعة الترابية خطة زكان في إطار تنظيم البطولة الإقليمية للعدو الريفي. هذه البطولة هذه اللي عندنا ستة ديال المسابقات. الحمد لله الأجواء هنا أجواء رياضية رائعة. نحن اليوم في عرس رياضي متميز بكل المقاييس. هذا العرس الرياضي اللي كان منور بطبيعة الحال مجموعة من المتدخلين. نبغي نشكر بالمناسبة السيد عامل إقليم أسفي على المجهودات المبذولة والدعم اللامشروط اللي تعطانا في هذه البطوله هذه، باش نقدروا الحمد لله اننا نحققوا هذا النجاح هذا. بغي كذلك نبغي نوجه الشكر للجماعه الترابيه بشخص سيد رئيس ديالها جماعه الترابيه خطة زكان على الدعم اللي تقدم على اللوجيستيك. بغي كذلك نشكر السيدات والساده الاساتذه ديال التربيه البدنيه وكل المتدخلين ديال الفرع الاقليمي اللي الحمد لله بذلوا مجهودات كثيره باش الحمد لله هذا العرس يكون عرس جيد. كيف كتعرفوا الارتقاء بالحياة المدرسية وبالأنشطة الرياضية هو ضرورة وما يمكن يكون إلا إضافة نوعية للمشهد التعليمي بالإقليم. ونتمنى التوفيق إن شاء الله الفائزين ديولنا في البطولة الإقليمية إن شاء الله يكون عندهم كذلك تتويج في البطولة الجهوية وفي البطولة الوطنية. بغي كذلك نوجه لكم الشكر كمنبر إعلامي كيتبع المشهد التعليمي بالإقليم بجميع التجليات ديالو، وإن شاء الله غادي تكون عندنا كذلك موعد ولقاء مع البطولة الجهوية وكذلك مع البطولة الوطنية في نفس المدار. نتمنى إن شاء الله التوفيق وشكرا للجميع. شكرا لكم. اليوم كما لاحظتوا ان تم تنظيم البطوله الاقليميه للعدو الريفي المدرسي المنظمه من طرف الفريق الاقليمي للجامعه الملكيه المغربيه للرياضه المدرسيه والمديريه الاقليميه لاسفي بشراكه مع جماعه خطة زكان ونادي اولمبيك اسفي. البطوله الاقليميه للعدو الريفي المدرسي وهي بطوله مؤهله للبطوله الجهويه والتي تنظم بجماعة خطة زكان، كذلك بالنسبة للبطولة الجهوية ستنظم بنفس المطاف بنفس الجماعة، وكذلك إن شاء الله البطولة الوطنية للعدو الريفي ستنظم كذلك بنفس الجماعة ونفس المطاف. مشاركة المؤسسات التعليمية بإقليم أسفي كانت جد مهمة، والحمد لله تضافر الجهود ديال السادة الأساتذة واللجنة التقنية والسادة أعضاء الفرع الإقليمي ومع السادة رئيس جامعة خطة زكان والسيد القائد خطة زكان بطبيعة الحال بتوجيهات من السيد عامل إقليم أسفي. فالحمد لله تظاهرة تعتبر بالنسبة لنا ناجحة بمستوى عالي، على أمل أن إن شاء الله البطولة الجهوية التي ستنظم يوم 18 دجنبر إن شاء الله سنكون عند حسن ظن المشاركين وحسن ظن الحضور إن شاء الله. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم.